سوق السبت. وهاد الناس يتعداو عباد الله. مهرسي الواحد من خرو دار عمليه في الدار البيضاء، خرج جريمات اخرين كريساج معدين على عباد الله. اللهم اني من كرادا ان الصوت صوت ام السادة وسيدات المشاهدين الكرام، الا كان الصوت يوصلكم بشكل واضح خليو لنا اشاره، الا كان الصوت كيوصلكم بشكل واضح خليو لنا اشاره. الله يجزيكم بخير. السادة وسيدات المشاهدين، الا كان الصوت مسموع خليو لنا اشاره. تفضل اسيدي. عاود لنا القصه من الاول. قلت لك اخويا تنشكركم بعدا اذاعه شوف دي في جات لعندنا وانستنا، وتنشكر السلطه المحليه البوليس كاملين واحد واحد مشكورين. خرجوا الناس المسؤولين برجليهم تيشتفوا في وسط الغيس. ملي سمعوا هذا الانسان ضاع خرجوا تيشتفوا، لقاو عليهم القبض في ظرف ساعه. تنشكرهم بزاف 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 بزاف. وهاد الناس اخويا مهرسين لواحد المنخر ديالو. دار عملية في الدار البيضاء، خرج عاود الكريساج عنده مع صوابق بزاف 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 كثيرة. وتنشكر ودركوا حنا عند ربي وراس وكيل الملك، حنا عندنا السلطة في البلاد، عندنا القانون في البلاد، وتنشكروا وكيل الملك ياخذ لنا حقنا من هاد الناس غصفونا من الأخ ديالنا. والله ينصر سيدنا، عاش الملك على الأم ديالو. السلام عليكم. تنشكر السلطة كاملة، وانا رزوني في وليدي عنده 31 عام ورزوني فيه، وانا تنطلب من ربي وراسكم تكونوا معايا وتكونوا مع ولدي. تنزوق فيكم، كنزوق في السلطة، تنطلب السلطة كاملة، تنطلب الله والملك، وتنطلب الملك، تنطلب وليك الملك، كنطلب وكيل الملك. انا رزوني في ولدي، انا رزوني في ولدي، انا ما نسمحش بحقوق ولدي، انا بغيت ولدي حقه يبان. انا رزوني فيه، انا رزوني فيه، كنطلب من الله ومنكم، تنطلب من الله ومنكم، وانا تنطلب من الله ومنكم. انا بغيت ولدي ندير الموقف ديالو، بغيت من الوقت ديال ولدي، دم ولدي هو كيجري عليا. انا مريضه بالسكر، انا كنطلب من الله ومنكم والسلطه الله يطول عمركم والله يزيد في مدادكم، الله ينصر منصركم، وهذا هو المقصود فيكم. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي، كان هذا هو اول خروج اعلامي لعائله الضحيه ديال الشاب اللي كيبلغ من العمر حوالي 31 سنه، اللي لقاوه مقتول يعني على مقربه من المنزل ديالهم الكائن بسوق السبت الحي حي النخله بمدينه سوق السبت اقليم فقيه بن صالح ضواحي مدينه بني ملال. يعني هذه الجريمه البشعه بقات يعني غصبوا الام ديالو في ولدها في فلذات الكبد ديالها، حرقوها من الداخل لا حول ولا قوه الا بالله. كيطالبوا من الجهات المعنيه يوم القضاء انه ينزل اقصى العقوبات على المتهم او المتهمان. يعني كاينين جوج الناس يعني. نعم، عاود لينا شويه على هذا الشخص هذا اللي توفى، عظم الله اجركم. نعم، خرجتوا من الدار مع شنو لقيتها بالضبط؟ كيفاش؟ لا احنا خويا ما فرصنا حتى شي حاجه، ناعسين انا بداري عازل بوليداتي، الام ديالو اللي معاه. جاوها البوليس ملي لقاو شكون اللي لقاه، لقاو عيش السواقه، الناس السواقه غادي للسوق مع الصباح مع عمر السبت عندنا في السبت. جاو لعند يتسوقوا صابوا وعيطوا على البوليس لابيلانس، المهم صوروه جاو لعندنا. قال الام ديالو دي ولدك راه لقيناه مكرفسينو، المهم سيري تبعيره مشى لبيت الخطر. عمرنا عمرو بيد الله. صافي عيطت عليا انا في التليفون، قالت لي شرف راها كاينه 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 كاين. مشينا يلا غاديين للسبيطار، اتلقينا السيد اللي بشرنا وهو اللي رشدنا، وكون ما بالفضل ديالو ما غاديش نقبطوا يتلقى القبض على هاد الناس. باش الليل عير بودنيه والنهار راه بعينيه، ولكن تنشكروه بزاف. هو اللي قال لك اودي راه فلان وفلان هما اللي شدوه، قال لك هما اللي شدوه. درك ما شتوني ما شتكم وما تذكرونيش، راه ينتقموا مني، راكم عارفين هم مجرمين. قلنا لي عليك امر الله. مشيت انا اول واحد تيمشي لعند البوليس، انا
دخلت سيد الكوميسير ديفيزير كامل رئيس المصلحه الله يجازيهم بخير هما اللي استقبلوني عاودت لهم ها كاينه كاين كاين قال لك ودي خاص السيد يجي لعندنا يقول لنا باش انت عيل سمعتي باش ندرسوا داك الشيء قلت لي مرحبا ذكرنا الاسم ديالو خرجوا معنا لعندو جابوه داروا مع الاقوال ديالو قال لي موديها كاينه كاين خرجوا في البلاصه مع 19 خلق اللي خرجت ديال المخزن لقاو واحد القرطه عليه عند الدار واحد لقاو عليه في السوق خدام تيميخل شفاره كريساس خونا في السوق جميع المواصفات فيهم اخويا اللهم اني من كرادة تنطلبوا من واكل الملك الله يجازيه بخير وراه عندنا فيه ثقة تامة عندنا فيه ثقة تامة العدالة كاينة في البلاد المخزن كاين في البلاد اللي يقول لك ما كاينة السلطة رب نحداه إلا خطاتنا السلطة نتكالوا في ديورنا والله يعز سيدنا والله ينصر سيدنا عاش الملك.